الراديو 90-90 هواها مصر. وعلشان هي دنيا كبيرة زي ما سمعين دلوقتي فلازم نعيشها ببساطة. هنلاقي تفاصيلها كتير، هنلاقي مشاكلها كتير، هنلاقي حلوها كتير، وهنلاقي برضو اللي مش حلوها كتير. واللي بنتكلم عليه النهاردة في ناس كتيرة جدا بتتفائل او بتتشائم، ببساطة لازم ناخد الموضوع دوت بهدوء. في ناس تقول لك القطه السوداء، ناس تقول لك اصل الشبشب مقلوب، اصل مش عارفه طوبه على طوبه، اصل وكل واحد بقى ايه حسب العادات والحاجات اللي موجوده. اصل لقيت حد قافل على عربيتي، اصل لقيت حد رشش مش عارفه قدام باب الشقه، يبقى العمل ثلاث اربع اتوبيسات عدوا وانا لسه مش عارف اركب. الاسانسير فاتني مش عارفه كلمت مين ما ردش عليا، القهوه اتدلقت عليا، دلق القهوه. ناس تقول لك خير وناس تقول لك شر، وكل واحد بقى ايه واخدها حسب كل واحد واخدها على حسب. معانا استاذ حسن على التليفون. يا استاذ حسن مساء الخير يا فندم. مساء النور. بمسي وبصبح على مدام فاطمه واستاذ طارق. مساء الفل لحضرتك واحلى راديو في مصر 90-90. الله يخليك. ميرسي. ربنا يخليك يا فندم. بتكلمنا منين يا استاذ حسن؟ يا فندم حضرتك بتكلمنا منين؟ انا بتكلم من القاهره الجديده. اهلا وسهلا، احلى تحيه ليكم كلكم، كل الناس الحلوه اللي في القاهره الجديده. عندي سؤال بقى، مستعدين للامطار؟ احنا مستعدين. احنا مستعدين بس مهم الامطار ما تستعدش. استاذ حسن حضرتك بتتفائل وتتشائم بحاجات ولا لا؟ لا انا دايما بتفائل. حلو قوي، فل الكلام ده، فل قوي الكلام ده. والله ست تفائلوا والخير تجيبوا. طب خد اللي جاي بقى. اتفضل. انا دايما بتفائل الحمد لله بكل حاجه كويسه الحمد لله. بتفائل ان انا الاقي مليون جنيه مش لاقيه لغايه النهارده. لا ده انت بتحلم كده مش بتتفائل. لا والله بتكلم بجد. طبعا الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دلق القهوه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها خزعبلات، هي حاجات قديمه احنا توارثناها كده جدا. بس طبعا زمان الحياه ما كانتش متطوره زي النهارده، والدراسات ما كانش فيه، يعني كان في ناس كتيره جدا ايام زمان مش متعلمه، النهارده الناس كلها متعلمه. ولكن الموضوع ان زي ما حضرتك بتقول الاسانسير فاتني، الاوتوبيس مش عارف ايه، كل الحاجات دي خزعبلات. المفروض ان احنا بقى دماغنا تبقى اكبر من القصص دي. طبعا طبعا طبعا. في ناس الحاجات دي بتتملكها يا استاذ حسن لدرجه ان هي ممكن تعطلها، تخليها تاخد قرار غلط، تخسر حد. حضرتك متخيل ان في ناس واصل الموضوع بيهم للمرحله دي؟ معايا ناس كده. وللاسف ان هم متعلمين. طب وهل النصيحه بتنفع معاهم ولا لا؟ والله انا برضه وراهم لغايه ما في ناس بتقبل النصيحه وفي ناس مش بتقبلها، في ناس متشبثه باللي في دماغها. بس عايز اقول لك على حاجه يا استاذ حسن، يعني ساعات برضه ايه لما حسن بس كفايه يا استاذ طارق بعد اذنك. هقول لك على حاجه يا حسن. اما هتقول لي حسن هقول لك يا حسن، هتقول لي يا طارق اتفقنا؟ لا لا اقول لك يا استاذ طارق. العفو يا استاذ. طب هقول لك على حاجه، يعني عارف ساعات برضه بيحصل لك مواقف بتتكرر مع نفس الشخص او مع نفس او بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه، بتخليك وانت بتتعرض ليها بتبقى قلقان، مش هقولك متشائم. لا والله انا متفق مع حضرتك في العلاج بتقوله، بس طبعا ده بيختلف مع ده مع اراء تانية مع ناس اخرين. ولكن لما اكون عارف ان الحاجات دي كلها خزعبلات المفروض ما احطهاش في دماغي. بالظبط، مش هيجي هو اللي حاطط في دماغه ان دي مش خزعبلات، ده في بيها. ده في ناس تاثيرهم بينتشر ويدوم. بس كده يا استاذ طارق راح في حته تانية، حته ان في ناس بتبقى مقتنعه ان اللي قدامها عينهم وحشه. والله لا دي حاجه تانية بقى، لان الحسد ده بقى مذكور في القران وكده وبيوارد. بالظبط دي حاجه تانية. ما انت بتتشائم منه بقى. لا فكره ان انت مش بتبقى ساعتها متشائم من الشخص، انت بتبقى حاسس ان الشخص ده دايما لما بيبص لك في حاجه بيحصل حاجه فهو بيحسدك. هو الحسد بعيد شوية عن التشاؤم، لأن الحسد يعني حاجة احنا كلنا مؤمنين بيها. كده كده هنشوفه برضه، هنتقابله هو للأسف معه. للأسف ده برضه من ضمن الخزعبلات. شكرا يا حسن ومسي ليك وجودك معانا، اهلا بيك. ومنتصر، منتصر الحفناوي بيقول صباح الخير من الاسماعيليه، بتشائم من اللي عينيهم وحشة. احلى تحية للناس الحلوة اللي في الاسماعيليه.